بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة تفسير العلامة الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ المسند طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه، وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. مالك الليلة ايش فيك؟ والله يا شيخ، قبل دقيقة حصل شرقت فما زال أثرها بس قليلا. طيب، الصوت واضح يا أخو تليجرام؟ ايوه بس خليك شوي لما ما يروح على الشغله دي. لا، إن شاء الله أنها ذهبت. إن شاء الله الصوت واضح في التليجرام؟ واضح. طيب، بسم الله. قال بأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر في قوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال: البأساء البؤس، والضراء الزمانة في الجسد، وحين البأس قال: حين القتال. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. قال: لم يكن لمن قتل دية، لم يكن لمن قتل دية، إنما كان القتل والعفو. فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم. قال: فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد، قالوا: لا يقتل به إلا حر، وإذا قتل منهم امرأة قالوا: لا يقتل بها إلا رجلا. فأنزل الله: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة قال عن مجاهد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قال: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف قال: يتبع المطالب بمعروف، ويؤدى إليه المطلوب بإحسان، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فما كتب على من كان قبلكم. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله: اتباع بالمعروف قال: يتبع الطالب بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء قال: إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله: فمن اعتدى بعد ذلك قال: هو القتل بعد أخذ الدية. يقول: من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه أن القتل لا تقبل منه الدية. هكذا عندي، فعليه أن القتل هكذا. ماذا في نسخة الرشد؟ قال: فعليه القوة، صح ولا لا؟ فقال: فعليه أن القتل لا تقبل منه الدية. كانوا مثل ما ذكر، فعليه القود لا تقبل منه ايوه، الدية. ولا تقبل منه الدية. ايوه، قال هنا في نسخة الرشد، قال: فعليه القتل بدون أن، فعليه عليه القوة. القتل ايوه، لا تقبل منه الدية، لا تقبل منه الدية. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. وبه إليه قال عبد لا الرزاق: ما هو لا لا أعافي أحدا، يعني لا أعفو عنه شيخنا كانه. لا العافية. نعم. وبه إليه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: جعل الله في القصاص حياة إذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل.
الحديث ما هو الحديث يا شيخ؟ نعم شيخنا، الحديث أي حديث؟ لا أعافي. لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. نعم. وبه إليه قال عبد الرزاق عن قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله حين الوصية قال دخل علي بن أبي طالب على مولى لهم وهو في الموت فقال له ألا أوصى؟ فقال له قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا قال ألا فقال له ألا أوصي؟ فقال له قال الله تبارك وتعالى إن ترك خيرا الوصية وليس له كبير شيء. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه أو كثر. قال نسخ الوالدين منها وترك الأقربين ممن لا يرث. وبه إليه قال عبد الرزاق قال الثوري عن الحسن بن عبد الله عن إبراهيم قال ذكر عنده طلحة والزبير فقيل كان يشددان في الوصية فقال وما عليهما ألا يفعلوا توفي النبي صلى الله عليه وسلم فما وربما أوصى وأوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس. هل تجوز الوصية لأولاد الابن؟ بوجود الأبناء شيخنا. بوجود الأبناء نعم ها؟ في وجود الأبناء لأنهم ليسوا ورثة. نعم، بس نعم دول الذي يحلون يقولوا إحلال مكان الأب. أي هذا إذا كان يعني هذا في مذهب الشافعية ليس كذلك شيخنا إحلال ليس في مدى الشافعية وإنما اتفاق اتفقه المكونون في صنعاء عندما كانوا يضعون القانون على إحلال يعني هذا ما درسناه في المذهب الشافعي نهائيا، لكنه يعني ما لا يعمل به تقريبا. بالعكس يا شيخ يعمل به في اليمن. نحن قد سئلنا في أشياء يعني مواريث كثيرة وقسمنا مواريث كثيرة، ما أحللنا أحدا مكان أحد. خلاص الأبناء يعني الأبناء موجودين، أبناء لا يرثون إلا إذا أوصى لهم الجد. نعم نعم، وعرفت يعني كثير كثير قضايا ما حصل فيها إحلال، ما أدري لو ناس معينين يعني يعملوا بها، الله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال الشيخ أحمد المفلح يصحح الآية خيرا الوصية وليس حين الوصية. نعم أحسن الله عليكم. قال وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه قال من بدل الوصية بعدما سمعها يقول في المذهب الظاهري، واحد كتب في المذهب الظاهري في المذهب يعني الظاهري، ليس لا يعمل به في المذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا نعم كيف؟ ما هي الوصية الواجبة الذي كتب؟ لا الوصية الواجبة يعني إحلال الأبناء مكان الأبناء شيخ، كأنه يقصد هذا الشيخ عبد الرزاق. لكنه ليس إحلال وإنما وصية، وصية وليست واجبة عليه. نعم لا هم الآن كأنه يجعلونها واجبة الظاهر. الظاهرية أي نعم شيخ هذا ممكن، كلام الشيخ عبد الرزاق هكذا كذا أما في شخص. المذاهب درسناها هكذا، ما فيش أحد يعني تكلم عن الإحلال إلا نعم أحسن الله المذاهب الأربعة يقول لا توجد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه قال من بدل الوصية بعدما سمعها فإن إثم ما بدل عليه أو ما بدل عليه. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي فيحيف في وصيته فيردها الولي إلى الحق والعدل. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه في قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما قال هو الرجل يوصي ابنته. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن يوصي أبيه يوصي ابنته يوصي لها يعني لا هنا شيخ تصحيح في الرشد
هو الرجل يوصي لولد ابنته. ايوه لولد ابنته صح. أحسن الله إليكم. قال وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبان عن النخعي في قوله تعالى إن ترك خيرا الوصية قال 1000 درهم إلى 500 درهم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال كتب الله تعالى شهر رمضان على الناس كما كتبه على الذين من قبلكم على الذين كما كتبه على الذين من قبلهم وقد كان كتب على الناس قبل أن ينزل شهر رمضان صوم 3 أيام من كل شهر. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يطيقان الصوم وهو شديد عليهما فرخص لهما أن يفطرا ويطعما ثم نسخ ذلك بعد فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال معمر وأخبرني من سمع سعيد بن جبير ومجاهدا وعكرمة كانوا يقرؤون يطوقونه يقول الذين يكلفونه الذين يكلفون الصوم ولا يطيقونه فيطعمون ويفطرون. وبه لي قال قال عبد الرزاق حدثنا معمر واخبرني ابن طاووس عن ابيه مثل ذلك. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال اخبرني ثابت البناني ان انس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يطيق الصوم فكان يفطر ويطعم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال اخبرني محمد بن عباد بن جعفر عن ابي عمرو مولى عائشه عن عائشه رضي الله عنها انها كانت تقراها وعلى الذين يطوقونهم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عطاء انه كان يقراها وعلى الذين يطوقونه قال ابن جريج وكان مجاهد يقراها كذلك ايضا. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتاده في قوله تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم قال كان الناس قبل هذه الآية إذا رقد أحدهم من الليل رقدة لم يحل له طعام ولا شراب ولا أن يأتي امرأته إلى الليلة المقبلة فوقع بذلك لبعض المسلمين فمنهم من أكل بعد هجعة وشرب ومنهم من وقع على أهله فرخص الله لهم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة الرفث غشيان النساء. وبه لي قال عبد الرزاق قال معمر وأخبرني إسماعيل بن شاروس عن عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا قد سماه لي فنسيت من أصحاب رسول الله من الأنصار جاء ليلة وهو صائم فقالت له امرأته لا تنم حتى نصنع لك طعاما فنام فجاءت فقالت نمت والله قال لا والله ما نمت قالت بلى والله فلم يأكل تلك الليلة شيئا وأصبح صائما يغشى عليه فأنزلت الرخصة فيه. هنا في نسخة الرشد فأنزلت الرحمة فيه بس كأن الرخصة هي الأصح. وبه الرخصة هي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن من سمع الحسن في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم قال هو الولد. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة وابتغوا ما كتب الله لكم قال الرخصة التي كتبت لكم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي ربيعة أنه قال قلت لابن عباس كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو اتبعوا قال أيهما شئت عليك أيهما شئت أو أيهما شئت عليك بالقراءة الأولى. وبه لي قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد قال كان الناس إذا اعتكفوا خرج الرجل فيباشر أهله ثم يرجع إلى المسجد فنهاهم الله عن ذلك. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام قال لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم فإن قضاءه لا يحل لك شيئا كان حراما عليك. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى مواقيت للناس قال هي مواقيت لهم في حجهم وصومهم وفطرهم ونسكهم. وبه لي قال عبد الرزاق عن حدثنا معمر عن الزهري قال كان أناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء فيخرجون من ذلك فكان الرجل يخرج مهلا بالعمرة فتبدو له الحاجة بعدما يخرج من بيته فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت لا يحول بين من أجل سقف البيت لا يحول بينه وبين السماء فيقتحم الجدار من ورائه ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته حتى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمان الحديبية بالعمرة فدخل إلى حجرته فدخل على إثره رجل من الأنصار من بني سليمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس.
وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الزهري وكانت قريش وحلفاؤها الحمص لا يبالون ذلك، قال أنصاري وأنا أحمس يقول وأنا على دينك، قال فأنزل الله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها الآية. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن أنه قال سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فقالوا أين ربنا، فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، قال يقول الشرك أشد من القتل. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، قال نسخ قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال حتى لا يكون شرك. وبه إليه قال عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة عن كريمة في قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، قال كان هذا في سفر الحديبية، صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت في الشهر الحرام، فقاضوا المشركين يومئذ قضية أن لهم أن يعتمروا في العام المقبل في هذا الشهر الذي صدوهم فيه، فجعل الله تعالى لهم شهرا حراما يعتمرون فيه مكان شهرهم الذي صدوا فيه، فلذلك قال والحرمات قصاص. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال يقول لا تمسكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى أنه قد هلك فيلقي في النسخة بيديه. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة وعن من سمع عطاء بن أبي رباح في قوله وأتم الحج والعمرة، قال هما واجبتان الحج والعمرة لله. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، قال إذا أحصر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بعث بهديه ومكث على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله وينحر ثم قد حل ويرجع إلى أهله وعليه الحج والعمرة جميعا وهدى أيضا، قال فإن وصل إلى البيت من جهة ذلك فليس عليه إلا الحج من قبل. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة ذكر نحو ذلك. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة أن يصوم 3 أيام. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر واخبرني ايوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة وهو يوقد تحت قدر وهوام راسه تساقط عليه، قال اتؤذيك هذه الهوام يا كعب؟ قال نعم يا نبي الله، فامره ان يحلق راسه وينسك نسك او يصوم 3 ايام او يطعم فارقا بين 6 مساكين. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال اخبرني داوود بن ابي هند عن الشعبي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال بين كل مسكينين صاع أو نسك، قال معمر وقال قتادة والنسك شاع. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، قال يقول إذا أمنت حين تحصر من كسرك من وجعك فعليك أن تأتي البيت فيكون متعة لك إلى قابل ولا حل لك حتى تأتي البيت. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن عكرمة في قوله فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قال صيام 3 أيام يعني أيام العشرة أو العشرة من حين يحرم آخرها يوم عرفة. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال زوري عن سالم عن ابن عمر قال صوم 3 أيام في الحج آخرها يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام أيام التشريق فإن من أيام الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وبه إليه قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال ابن عباس يا أهل مكة لا متعة لكم إنما يجعل أحدكم بينه وبين مكة واديا ثم يهل. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال هي لأهل الحرم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال الزهري من كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال أخبرني من سمع عطاء بن أبي رباح يقول من كان أهله دون الميقات فهو كأهل مكة يقول لا يتمتع.
وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: الحج اشهر معلومات. قال شوال وذو القعده وذو الحجه. وبه اليه قال وبه اليه قال فما قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. قال ابن ابي نجيح قال مجاهد: والفرض الاهلال. وبه اليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري وقتاده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد انه قال: الرفث غشيان النساء، والفسوق المعاصي، واختلفوا في الجدال. فقال الزهري: وقتاده هو الصخب، والمراد انت محرم. وقال مجاهد: لا جدال فيه، قد بين الله الحج. وقال مجاهد: لا جدال فيه، قد بين الله الحج، فليس فيه شك. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: كان أناس من أهل اليمن يخرجون بغير زاد إلى مكة، فأمرهم الله أن يتزودوا، وأخبرهم أن خير الزاد التقوى. وبه إليه قال عبد الرزاق: قال عمر بن ذر قال: سمعت مجاهدا يقول: كانوا يحجون ولا يتزودون فرخص لهم في الزاد، وكانوا يحجون ولا يركبون فأنزل الله: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثني أبي عن عكرمة قال: هذا السويق والدقيق. وبه إليه قال عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة أنه قال: كانوا يحجون بغير زاد، فقال: وتزودوا، ثم قال: وخير الزاد التقوى. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن محمد بن يعني كان ما سمح ما قد سمح لهم صح؟ نعم يعني شيخ كان ما قد سمح لهم بالتزود. يعني أن التزود أتى بعد ذلك يا شيخ. اي نعم، تزودوا قال الله. نعم، أو أنه يا شيخ كان مسموح لهم ثم بين لهم أنه مسموح لهم. والله يعني أنهم كانوا يخرجون بدون أزواج، معنى أنه ما كان في نص يعني يعينهم على أخذ أزواج لهم، ومعنى ما أدري والله. نعم، أحسن الله عليكم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة. وإلا فلا معنى للأمر هنا، وتزودوا قال الله، معنى أنهم كانوا يعني يظنون بأنه لا ليس لهم أن يتزودوا تقريبا، فأمرهم الله بالتزود لأنها تلحقهم المشقة. نعم، كان الشباب الذي يسافر من عندنا بعضهم يموت في الطريق. لا إله إلا الله. نعم، طيب يا أخوة، صوت الشيخ واضح في التليجرام؟ هل تسمعون الشيخ في التليجرام؟ دقيقة شيخنا، لأن الإخوة يقولون صوتك غير مسموع في التليجرام. كيف توصلها لا عندهم؟ طيب سأنقل إلى الجهاز الآخر لعله. دقيقة بس شيخنا، بس الإخوة الذين مع التليجرام يعني أو مشترك في القناتين، هل صوت الشيخ واضح في التليجرام؟ هم يقولون يسمعون صوتي ولا يسمعون صوتك. طيب أنا سأنقل التليجرام للجهاز الثاني، ننظر لعل الله يسر. دقيقة شيخنا، الإخوة يراسلون يقولون صوت الشيخ واضح. إذا زين، يعني صوت الشيخ واضح في التليجرام؟ شيخ عمر، إيه خلاص، الإخوة يقولون صوتك واضح، بس لعل هذا الإشكال عند الأخ فقط. طيب أحسن. قال رحمه الله تعالى السلام عليك يا شيخ محمد. نعم شيخ وائل، عندنا ابن كثير يا في قول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكر أثر ابن عباس
قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، لعل هذا السبب اللي ما كانوا يتزودون، يعني كانوا يعلقون الأمر على التوكل. نعم، جزاك الله خير. نعم بارك الله. قال وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال هو الكعك والسويق. ما شاء الله يا شيخ، من زمن الكعك موجود شيخ طاهر. نعم الله يستعان. إلى الآن يا شيخ ما زال الناس يتزودون بالكعك في أسفارهم، يعني لأنه الكعك هذا الذي خبز، يعني نعم مش الكعك حتى اليوم الذي بالبيض وبالمدريش هذاك بالسمن وبال، يعني كعك يدوم يجلس سنة لا ولا يتغير. ما شاء الله. نعم أحسن الله. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن الشعبي قال هو التمر والسويق. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال كانوا إذا أفاضوا من عرفات لم يتجروا بتجارة ولم يعرجوا على كثير ولا ضالة فأحل الله لهم ذلك، فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن الزبير يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهلية، فلما كان الإسلام كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال في مواسم الحج. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال المشعر الحرام جمع كله. قال معمر وقال أيوب عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن الزبير يقول الجمع كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرفة عن بطن عورنة، بس كان هنا خطأ، وارتفعوا عن بطن عورنة. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال كان الناس يقفون بعرفة إلا قريشا وأحلافها وهم الحمص، فقال بعضهم لبعض لا تعظموا إلا الحرم فإنكم إن عظمتم غير الحرم أو شك الناس أن يتهاونوا بحرمكم، فقصروا عن مواقف الخلق فقصروا عن مواقف الخلق فوقفوا بجمع، فأمرهم الله أن يفيضوا، هنا مكتوب بجميع لا بجمع، قال فوقفوا بجمع فأمرهم الله تعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس من عرفات، فلذلك قال الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو أن جبريل وقف بإبراهيم بعرفات. قال معمر وأخبرني سليمان التيمي أنه سمع نعيم بن أبي هند قال لما وقف جبريل بإبراهيم بعرفة قال عرفت فسميت عرفات. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كذكركم آباءكم، قال كانوا إذا قضوا مناسكهم اجتمعوا فافتخروا وذكروا آباءهم وأيامها ولعله أيامهم، قال وذكروا آباءهم وأيامها فأمروا أن يجعلوا مكان ذلك ذكر الله فيذكرونه كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قال في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال قتادة قال رجل اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجل لي، ما كنت معاقبني هكذا وفي نسخة الرشد معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فمرض مرضا حتى أضنى على فراشه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شأنه فجاءه النبي فقال له إنه فقيل له إنه دعا بكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاقة لأحد بعقوبة الله، ولكن قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال فمن أنا سمعت واحد في يطوف ويقول اللهم اجعلني اخر عبادك شفاء، وقال اتق الله في نفسك يعني تشي تبقى مريض لما تقوم الساعه ولا كيف؟ ماذا دعا يقول اللهم اجعلني اخر عبادك شفاء، اعوذ بالله. واحد في يطوف يعني في الحرم يطوف بالكعبه الله المستعان ويدعو. احسن الله عليكم. فقالها فما لبثت إلا أياما أو قال يسيرا حتى برأ، أو فما لبث إلا قليلا حتى
إلا أياما أو قال يسيرا حتى برأ. وبه إليه قال عبد الرزاق يا أخي حدثنا. بالنسبة للتصحيح، لماذا لا تجعلوا صفحة للتصحيح أو دفتر للتصحيح؟ يعني تكونوا تكتبوا يعني الأشياء الصحيحة أو الذي تجمعوها من الشروح، من قصدي النسخ الأخرى، ويعني تكتب لأجل أنها إذا طبع يعني يصحح في الطبعات القادمة. شيخنا أنا أصحح النسخة التي بين يدي تمام، أحسن. أصححها، نعم. يعني أمس جزاه الله خير الشيخ توفيق والإخوة، كنت أتابع وراهم فكتبت كل ما علقوا وما عدلوا عليه، والآن أنا عندي ابنتي والآن تعدل بجانبي. تمام، ايضا الاخوه كلهم اي حد عنده مثلا عنده عباره صحيحه يعني يتكلم بها يمليها. نعم أحسن الله عليكم. قال وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال أتى رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم أجري، أني أجرت لعلها هكذا أجرت أجرت، نفسي. أي نعم، إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم أجري، أو قال بعض أجري، ويخل بيني وبين المناسك. قال ابن عباس هذا من الذين قال الله أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قال يقول رخص الله أن ينفروا في يومين منها إن شاء، ومن تأخر إلى يوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى. قال قتادة يرون أنه مغفور له. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قال هو المنافق. وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو ألد الخصام، قال جدل بالباطل أو جدل بالباطل. وبه إليه قال عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم، أو قال أو الخصام. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ويهلك الحرث والنسل، قال الحرث قال والنسل ينسل كل شيء، أو والنسل نسل كل شيء، الحرث والنسل نسل كل شيء. وبه الألد الخصم صح؟ أي نعم شيخ، نعم، مش الخصام. أي نعم، في طبعة الرشد الخصم. نعم، الخصم صح. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه بابتغاء مرضات الله، قال هم المهاجرون والأنصار. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، قال كانوا على الهدي جميعا أو على الهدى جميعا فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وكان أول نبي بعث نوح عليه السلام. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، قال ادخلوا في الإسلام جميعا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يقول خطاياه، هنا مكتوب لي يقول لا يقول خطاياه. وبه إليه قال عبد الرزاق قال حدثنا معمر، نعم من الذي قال خطاياه؟ قتادة، هي خطوات تقريب خطوات الشيطان، يعني يقرب الإنسان بخطوتين إلى خطوتين حتى يبعده عن الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، خطوات. نعم قال وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم، قال فوقهم في الجنة. وبه إليه قال عبد الرزاق قال معمر عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال النبي عليه السلام نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم لهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وبعد غد للنصارى. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. قال: نزلت في يوم الأحزاب، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يومئذ بلاء وحصر، فكانوا كما قال الله: وبلغت القلوب الحناجر. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: لما كان يوم الأحزاب حصر النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، حتى خلص إلى كل امرئ منهم الكرب، وحتى قال النبي كما قال ابن المسيب: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إنك إن تشاء أو إن تشاء لا تعبد. فبينهم كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن بن بدر: أرأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار، أترجع بمن معك من غطفان وتخدل بين الأحزاب؟ فأرسل إليه عيينة. نعم. قال: فأرسل إليه عيينة: إن جعلت لي الشطر فعلت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عباء إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، فقال: إني أرسلت إلى عيينة فعرضت عليه أن أجعل له ثلث تمركم، ويرجع بمن معه من غطفان ويخدل بين الأحزاب، فأبى إلا الشطر. فقال: يا رسول الله، إن كنت أمرت بشيء فامضي لأمر الله. قال: لو كنت أمرت بشيء ما استأمرتكما، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما. قال: فإنا لا نرى أن نعطيهم إلا السيف. قال ابن أبي نجيح: قال: فوالله يا رسول الله، لقد كان يمر في الجاهلية يجر سربه في عام السنة حول المدينة ما يطيق أن يدخلها، فالآن لما جاء الله بالإسلام نعطيهم ذلك. قال في النسخة: يجر صرمه في عام السنة. قال: أي يجر فقره في عام القحط. قال: وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر قال الزهري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. فبينهم كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان يأمنه الفريقان جميعا وكان موادعا لهما، فقال: إني كنت عند عيينة وأبي سفيان إذ جاءتهم رسل بني قريظة أن اثبتوا، فإنا سنحالف المسلمين سنخالف عفوا فإنا هنا مكتوب سنحالف، الصحيح سنخالف، فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلنا أمرناهم بذلك. قال: وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث، فقام بكلمة الحديث، فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن كان هذا أمر من الله فأمضه، وإن كان رأيا منك فإن شأن بني قريظة وقريش أهون من أن يكون لأحد عليك فيه مقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي الرجل ردوه. فردوه فقال: انظروا الذي ذكرنا لك فلا تذكروه لأحد. أو قال: انظر الذي ذكرناه لك فلا تذكره لأحد. فكأنما أغراه به، فانطلق حتى أتى عيينة وأبا سفيان، فقال: هل سمعتم محمدا يقول قولا إلا كان حقا؟ فقالوا: لا. فقال: فإني لما ذكرت له شأن بني قريظة فقال: فلعلنا أمرناهم بذلك. فقال أبو سفيان: سنعلم ذلك إن كان مكرا. فأرسل إلى بني قريظة: إنكم قد أمرتمونا أن نثبت، وإنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم، فأعطونا بذلك رهينة. قالوا: إنا قد دخلت ليلة السبت وإنا لا نقضي في السبت شيئا. قال أبو سفيان: أنتم في مكر من بني قريظة، فارتحلوا. فأرسل الله عليهم الريح وقذف في قلوبهم الرعب، فأطفئت نيرانهم وقطعت أرسان خيولهم، فانطلقوا منهزمين من غير قتال. فلذلك حين قال الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فثبت أصحابه في طلبهم فطلبوهم حتى بلغوا حمراء الأسد، ثم رجعوا. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأمته واغتسل واستجمر، فناداه جبريل: عذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللأمة ولم تضعها الملائكة بعد؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، فقال لأصحابه:
عزمت عليكم لا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة، فغربت الشمس قبل أن يأتون، فقالت طائفة من المسلمين إن النبي لم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا، وقالت طائفة والله إن لفي عزيمة النبي وما علينا بأس، فصلت طائفة إيمانا واحتسابا، فلم يحنث النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. قال في نسخة الروج فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم هذا صح. نعم يعنف صلح يعنف. أي نعم شيخنا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة، فقال هل مر بكم من أحد؟ فقالوا مر علينا دحية الكلبي على بغلة شاباء تحته قطيفة ديبال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بدحية ولكنه جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. قال فحاصرهم النبي الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستروه بالحجف حتى يسمعهم كلامه، ففعلوا، فناداهم يا إخوة القردة والخنازير، قالوا يا أبا القاسم ما كنت فاحشا، قال فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاء، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الحكم. وكان حيي بن أخطب استجاش المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى بني قريظة فاستفتح عليهم ليلا، فقال سيدهم إن هذا رجل مشؤوم فلا يشئمنكم يشأمنكم أو لا يشئمنكم، فنادام حيي يا بني قريظة ألا تستحيوني؟ ألا تلحقوني؟ ألا تضيفوني؟ فإني جائع مقرور. فقالت بنو قريظة والله لنفتحن له، فلم يزالوا حتى فتحوا له، فلما دخل معهم أطمهم، قال يا بني قريظة جئتكم في عز الدهر، جئتكم في عارض برد لا يقوم لسبيله شيء. فقال له سيدهم أتعدنا عارضا بردا تنكشف عنا وتدعنا عند بحر دائم؟ لا تفارقنا، إنما قعدنا الغرور. هكذا أبعدنا صح. إنما أقعدنا الغرور. هنا قال في نسخة الرشد إنما تعيدنا الغرور. لا تعيدنا أيضا، نعم. تعيدنا. قال فواثقهم وعاهدهم لئن انقضت جموع الأحزاب أن يجيء حتى يدخل معهم أطمهم، فأطاعوه حينئذ في الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين. فلما قضى الله جموع الأحزاب انطلق حتى إذا كان بالروحاء ذكر العهد والميثاق والذي أعطاهم، فرجع حتى دخل معهم وطمهم. فلما قتلت بي بنو قريظة أوتي بي مكتوفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حيي أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. فأمر النبي صلى الله به النبي صلى الله عليه وسلم فضربت عنقه. وبه إليه قال عبد الرزاق قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو كره لكم قال شديد عليكم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري وعن عثمان الجزري عن مقسم مولى بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لقي واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي في أول ليلة من رجب وهو يرى أنه في جمادة فقتله، وهو أول قتيل من المشركين، فعير المشركون المسلمين فقالوا أتقتلون في الشهر الحرام؟ فأنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، يقول وكفر بالله والمسجد. فرق بين الصفية وبين حيي، فرق بين أبي جهل وعكرمة. ما شاء الله ما شاء الله، الله المستعان. يخرج الحي من الميت. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال يقول وكفر بالله والمسجد الحرام، يقول وصد عن المسجد الحرام وإخراج من أهله منه أكبر من قتلكم عمرو بن الحضرمي. قال والفتنة يقول والشرك الذي أنتم فيه أكبر من ذلك أيضا. قال الزهري وكان فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له بعد. وبه إليه قال عبد الرزاق قال وكان في نسخة الرشد وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحل له بعد. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن رجل عن مجاهد في قوله تعالى يسألونك
قال هنا عندنا أطمعهم، كما يصلح أطمعهم أطومهم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن رجل عن مجاهد في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قال لما نزلت هذه الآية شربها بعض الناس وتركها بعضهم حتى نزل تحريمها في سورة المائدة، قال قتادة هو الميسر القمار. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ليث عن مجاهد وسعيد أنهما قال الميسر القمار كله حتى الجوز الذي تلعب به الصبيان. وبه لي قال عبد الرزاق حدثني معمر قال أخبرني يزيد بن أبي زياد عن ابي الاحوص انه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول اياكم وزجرا بالكعبين، او قال بالكعبين، فانهما من الميسر. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتاده في قوله تعالى خذ العفو، قال هو الفضل. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتاده في قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره فتعرفون فضل الاخره على الدنيا. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتاده قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن اعتزل الناس اليتامى فلم يخالطوهم في مأكل ولا مشروب ولا مال، فشق ذلك على الناس، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانهم فإخوانكم، أو ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، قال المشركات من ليس من أهل الكتاب، وقد تزوج حذيفة يهودية أو نصرانية. وبه لي قال عبد الرزاق عن مع حدثنا معمر قال قال زهري وقتادة في قوله ولا تنكح المشركين، قال لا يحل لك أن تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا من غير دينك. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله يسألونك عن المحيط قل هو أذى، قال قدر. وقوله تعالى فاتون من حيث أمركم الله، قال طؤوهن غير حيض. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كانت العرب تبرك نساءها وكانت اليهود تعيرهم، يقولون اذا ولد لاحدهم ولد كان احول، فانزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن ابن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن، هنا مكتوب شابط في الرشد ولعلها سابط، هو معروف ابن سابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت عن الرجل يأتي امرأة سحيبة، هنا في نسخة الرشد عن أم سلمة أن امرأة سألتها عن الرجل يأتي امرأته منحنية، فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. وبه لي قال محمد بن كثير قال حدثنا عبد الله ابن واقد، هنا وافد صح نعم منحنية نعم نعم شيخنا، قال حدثنا عبد الله بن واقد قال حدثني طلحة بن عمرو عن عطاء في قولي وقدموا لأنفسكم، قال التسمية عند الجماع. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال والرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح فإذا ما هي التسمية؟ ما قال؟ قال في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، قال التسمية عند الجماع، يعني قدموا التسمية عند الجماع. نعم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح فإذا كلم في ذلك قال إني قد حلفت، فجعل يمينه عرضة لذلك، فأنزل الله ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هم القوم يتدارؤون في الأمر، يقولون هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر، قال يقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارون في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم أو لا يعقد عليه قلوبهم. وبه لي قال اليمين السريعة التي لا تقصد. أي نعم نعم أحسن الله إليكم. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر وقال حدثنا معمر وقال الحسن وقتادة هو الخطأ غير العمد، كقول الرجل والله إن هذا لكذا وكذا، هو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. وبه لي قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى
ابن ابي كثير عن عكرمة في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستلجج احدكم باليمين في اهله فهو اثم له عند الله من الكفارة التي امر بها. في نسخة الرشد: لا يتلجج احدكم باليمين. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قال: هو الرجل يحلف على الشيء يرى انه كذلك وليس كذلك، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. قال: ان تحلف على الشيء وانت تعلمه. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا هشيم بن بشير عن ابي بشير عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قال: هو الرجل يحلف على الحرام فلا يؤاخذه الله بتركه. هكذا في نسخة الرشد: فلا يؤاخذه الله بتركه. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينساه. وبه إليه قال عبد الرزاق: قال: رأيت ابن المبارك يقرأ على معمر التفسير. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، نعم، عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فينا النقص هنا. قال سلامة: قال سمعت أبا عبد الرحمن المقري يقول: إذا مسحت برأس اليتيم فامسح إلى قفاه، وإذا مسحت من له أبوان فامسحه إلى قدام. قال وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أبي طاووس عن أبيه في قوله تعالى: قلت في محذوفة أو إيش؟ نعم شيخ، في كلام محذوف أو كيف؟ لا، هذا بس حذفوه في الرشد، وما يعني ما أدري ما حذفوه. قال في الحاشية، جاء في النسخة هذه قول ما يلي: قال سلمة سمعت أبا عبد الرحمن المقري يقول: إذا مسحت، وهذا الكلام في هذا الموضع لا معنى له ولا مناسبة، ولذا فقد حذفناه. طيب ليش تحذفه؟ خلوه مثل ما هو. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. قال: هو الرجل يحلف على الأمر الذي لا يصلح ثم يتعلل بيمينه، يقول الله: أن تبروا وتتقوا خير من أن تمضي على ما لا يصلح، من أن تمضي على ما لا يصلح. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة عن علي بن أبي طالب عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد أنهم قالوا في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. قالوا: الإله تطليقة، وهي أملك بنفسها وعليها العدة لغيرها، أو عفوا، قال هنا لغيره وعليها العدة لغيره. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر وقال زوري: هي واحدة وهو أملك برجعتها. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: أحق بردهن في العدة. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: للرجال وللرجال عليهن درجة. قال: للرجال درجة في الفضل على النساء. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة قال: كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله تعالى: الطلاق مرتان، فالثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن إسماعيل بن سميع قال عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال رجل: يا رسول الله، أسمع الله يقول: الطلاق مرتان. قال: فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قال: لا يحل لرجل أن يخلع امرأته إلا أن يؤتى ذلك منها، فأما أن يكون أن يؤتى ذلك منه يضارها حتى تختلع منه فإن ذلك لا يصلح، ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء وأساءت عشرته فقد مال له خلعها. قال هنا قال: فقد حل له خلعها. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا. قال: هو الرجل يطلق امرأته فإذا بقي من عدتها يسير راجعها يضارها بذلك ويطول عليها، فنهاهم الله عن ذلك فأمرهم الله أن يمسكوهن بمعروف أو يسرحوهن بمعروف. وبه قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: ولا تعضلوهن. قال: أنزلت في معقل ابن يسار.
كانت أخته تحت رجل فطلقها حتى إذا مضت عدتها جاء رجل فخطبها فعضلها معقل بن يسار وأبى أن ينكحها إياه، فنزلت فيها هذه الآية تعني به الأولياء، يقول لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لا تضار والدة بولدها، قال يقول لا ترمي به إلى أبيه ضرارا، ولا مولود له بولده يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجل الرضاع بما ترضى به غيرها، وهي أحق به إذا رضيت بذلك، وعلى والده الصبي مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال، فإن على الوارث أجر الرضاع. وبه إليه قال حدثنا قال عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، قال وقف بني عم قال هكذا، قال وقف بني عم كيف هذه ما فهم، وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له، قال ولو يوقفهم بالنفقة عليه، وقال قال ولو فوقفهم بالنفقة عليه، أي يعني وقف عمر بني عم هكذا. نعم. وبي لي بقي أثر شيخ نقف إن شاء الله. وبي لي كلالة كلالة، أي نعم أعيد الكلام هذا. قال أن عمر بن الخطاب قال في قوله وعلى الوارث مثل ذلك، قال وقف بني عم على منفوس كلالة. الكلالة هم الإخوة، الإخوة لأب، الإخوة لأم، أو الإخوة الأشقاء لأب، يعني عند عدم وجود الأصول والفروع. نعم الأب أو الابن أو الجد أو نعم لهم حكم آخر، يعني ويعني أشد عن كأنه يقول الآن أبناء العم هم الذين ينفقون على هذا الابن نعم لأنه ليس له آباء وليس له يعني لا أصول، فأبناء العم هم الذين يتكفلون به، هكذا المقصود؟ لا أصول ولا فروع. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى وبه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن جعفر عن مجاهد في قوله فيما عرفتم به من خطبة النساء، قال هو الرجل يعرض للمرأة في عدتها فيقول والله إنك لجميلة وإن النساء لمن حاجتي وإنك لإلى خير إن شاء الله. وبه إليه قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى ولا تواعدوهن سرا، قال مواعدة السر أن يأخذ عليها عهدا أن تحبس نفسها عليه ولا تنكح غيره. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن في قوله تعالى ولا تواعدوهن سرا، قال هو الفاحشة. نعم لعل الله أعلم أن هذه آية من آيات الله، أن الجوالات الآن ربما يتواعدوا سرا ويتكلموا بكل شيء في الجوال، يعني ولا نعم توعدوهم سرا، ربما والله أعلم أنها يعني وسائل التواصل الآن. نعم نعم أحسن الله إليكم. نقف هنا شيخنا إن أذنت لنا، تفضل حياك الله. بس قبل أن نقف يا شيخ نحن وعدنا الإخوة أمس نقرأ قبل أن تفضل. يعني في أمس أثران يعني سقط من طبعة الكتب العلمية نقرأها. قال حدثنا تفضل. حسين بن يحيى قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قال المشركون. والأثر الثاني قال وقد روي عن قتادة أنه كان يتأول قوله حذر الموت قال حذرا من الموت. حدثنا بذلك الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عنه. طيب في الأثر يعني نقرأ، قال المقدمة قال بسم الله الرحمن الرحيم تفسير القرآن العزيز المنزل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، جمع الإمام العالمي عبد الرزاق بن همام رحمة الله عليه. قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت أنه قال بعث إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عنده عمر فقال إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني لا أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال عمر هو والله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر
ورأيت بذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. ورأيت في ذلك الذي رأى يا، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها، مع خزيمة، أو قال أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف. وهذه القصة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. ما جاء في من قال في القرآن برأيه. قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، قال حدثنا سلامة بن شبيب، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، عن قال حدثنا الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبه إليه. قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن شيخ اللام عن الشعبي أنه قال: لأن أكذب 100 كذبة على محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن أكذبها في القرآن كذبة. إنما يفضي الكاذب في القرآن إلى الله. وبه إليه. قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري قال: قال ابن عباس: تفسير القرآن على 4 وجوه: تفسير تعلمه العلماء، وتفسير تعرفه العرب، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته يقول من الحلال والحرام، وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله، من ادعي الموت فهو كاذب. وبه إليه. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس القولاني قال: القرآن 6 آيات: آية تأمرك، وآية تنهاك، وآية تبشرك، وآية تنذرك، وآية فريضة، وآية قصص، وآية قصص وأخبار، أو قال أمثال. وبه إليه. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أبان بن أبي عياش عن أبي العالية قال: نزلت الصحف في أول ليلة من شهر رمضان، ونزلت التوراة لست، ونزل الزبور ل12 ليلة، ونزل الإنجيل ل18، ونزل الفرقان ل24 من شهر رمضان. وبه إليه. قال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه قال: وذكره السدي والأعمش قال: نزل جبريل بالقرآن جملة واحدة ليلة القدر على موضع النجوم من السماء في بيت العزة، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم رتبا رتبا أو رتبا رتبا. وبه إليه. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرني قتادة أنه قال: صحبت الحسنة 12 سنة، صليت الصبح فيها معه 3 سنين. وبه إليه. قال عبد الرزاق: قال سفيان في بعض الحديث: من قال في القرآن بياض قال عليه وزرا. وبه إليه. قال عبد الرزاق: بياض سعد بن سيف 8 سنين، قال في الحاشية لعلها. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري قال: مست ركبتي ركبة ابن المسيب 8 سنين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا. الله خيرا وبارك الله فيكم وفقه لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. آمين آمين، وإياكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه شيخنا، آمين، الله يبارك فيك يحييك يحفظك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.